لنقاش ملف تأخر إقرار موازنة 2019 ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم، حياكم الله. البرلمان يفشل إذن مرة أخرى اليوم في إقرار موازنة 2019، كيف لموازنة بلد بأكمله أن تتأخر بهذا الشكل وتخضع لصراعات سياسية داخل مجلس النواب؟ الشيء الوحيد الذي يتفق عليه أعضاء مجلس نواب المنطقة الخضراء منذ تشكيله عام 2003 و2004 في الجمعية الوطنية هو المكاسب التي يحصل عليها هؤلاء النواب، رواتبهم ومخصصاتهم والمنح التي تخصص لهم والأراضي والعقارات التي يستولون عليها. أما مصالح الشعب وحاجاته الأساسية وإقرار الميزانية التي بموجبها تتحدد كل سياسات الحكومات في العالم، فهذا أمر لا يعني نواب المنطقة الخضراء لأنهم غير معنيون أصلا بتلبية احتياجات الشعب ولا بالدفاع عن مصالحه، وليسوا ملتزمين بأداء واجباتهم التي أقسموا عليها. من أبرز هذه الاحتياجات أستاذ مصطفى معاناة آلاف النازحين والطلاب واستمرار انقطاع الكهرباء في البلاد، إلى أي مدى مثل هذه المطالب والاحتياجات لها متسع من الوقت وبإمكانها الانتظار؟ هذه مطالب عاجلة جدا، وهي مطالب حياتية ملحة، يعني ليست قابلة، يفترض أن لا تكون قابلة للمساومات السياسية الرخيصة، لكن لأن كل شيء في العراق المحتل يجري حسمه عبر المساومات الرخيصة وعبر التنازلات المتقابلة بين أطراف العملية السياسية بما يحقق مصالح هذه الأطراف، فنجد أن ولعدم تحقق هذه التنازلات نجد يعني إرجاء التصويت، والحقيقة فشل المجلس في التصويت على هذه الميزانية التي كان يفترض أن تقر قبل أشهر وليس في بداية 2019، وربما نشهد مرور أو انقضاء شهرين أو ثلاثة ولا يتم التصديق على هذه الموازنة. قلنا الأمر خاضع للمساومات السياسية الرخيصة والتي لا تعني شعب العراق ولا تهتم لمصالح شعب العراق. إذا تحدثنا عن الموازنة كموازنة وبناء على تصريحات، فهي ستعتمد أساسا على النفط. برأيكم أين هي الخطط البديلة التي تتحدث عنها الحكومة أو الحكومات المتعاقبة حول التنمية والاستثمار والتخفيف من الاعتماد على العائدات النفطية؟ لا يوجد أي مخطط ناضج وحقيقي وفعال لتنمية البلاد وتوزيع تنويع مصادر الدخل القومي، فهذه السلطات التي تعاقبت على العراق منذ احتلاله عام 2003 تعمل بشكل كبير على هدر الموارد الوطنية في مجال النفط والغاز تحديدا، يجري تهريب هذه السلعتين بالذات، يعني سلعة النفط وحرق سلعة الغاز. هذا ضمن مخطط لتدمير الموارد العراقية، وأيضا يعني جرت عمليات منظمة لتدمير القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاعات الخدمات المختلفة في العراق التي تراكمت عبر عشرات السنين ضمن العهد الوطني قبل الاحتلال. الآن جرى تدميرها بشكل كامل، كل القاعدة الصناعية التي تم بناؤها طيلة سنوات الحكم الوطني تم تدميرها سواء في المجال المدني أو المجال العسكري. الآن فقط يجري استنزاف طاقات العراق النفطية وهدر وحرق طاقات العراق الغازية، ويجري استيراد المشتقات النفطية من الخارج ومن إيران تحديداً، ويجري استيراد الغاز من إيران تحديدا، وهذا هدر للموارد العراقية. لا يوجد هناك أي مخطط حقيقي لتنمية البلاد. هؤلاء يعني بالفعل هم عبارة عن عصابة استولت على العراق
وتقوم بسرقة ممتلكاته وهدر أمواله، وهذا حتى يعني كما قلنا يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة في العراق. وربما هذا ما دفع سيناتور الجمهوري لينسي جراهام دفعه إلى تصريح بأن العراق بلد يعيش على المنشطات، وذلك تزامنا مع الدفاع عن عدم انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. إلى أي مدى يعتبر هذا التصريح إعلانا صريحا عن فشل حكومات ما بعد 2003 في إدارة البلاد ككل؟ كل العالم يعرف أن هذه الحكومات المتعاقبة على العراق فشلت في تحقيق الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات وتحقيق التنمية والنهوض في العراق، ولولا الحماية الأمريكية والدعم الذي يقدمه للأسف بعض الأشقاء العرب وبعض الدول في الإقليم لما وجدنا أي قدرة لهذه الحكومات على الصمود. هذه الحكومات كلها تصمد بفعل المظلة الأمريكية والدعم الإيراني على الأرض ودعم بعض الأشقاء العرب وبعض الدول في الإقليم كما قلنا، يعني أقصد في المنطقة، وبالتالي هم لا قائمون فعلا على المنشطات. بمجرد سحب هذه الحماية وهذا الدعم تنهار هذه الحكومات. في حال إقرار موازنة 2019 برأيكم ماذا سيتغير في الواقع المعيشي والخدمي للسكان، خاصة لدى آلاف العاطلين عن العمل الذين يتظاهرون في البصرة وفي باقي المحافظات؟ لن يتحقق أي منجز للعراقيين كما لم يتحقق منذ 15 سنة في ظل هذه الحكومات المتعاقبة. ويعني نحن نذكر أن عندما أراد حيدر العبادي رئيس النظام رئيس وزراء النظام الحكومة السابقة عندما أراد تخدير الشعب في الثائر في جنوب العراق وفي البصرة تحديدا وعد بتوفير 10,000 وظيفة في الجهات الحكومية في العراق، وحينها قلنا أن إعلان هذه الوظائف في ذلك الوقت هو جريمة مزدوجة بحق العراق، فإذا كان العراق بحاجة إلى 10,000 وظيفة فلماذا لم يعلنها قبل قيام ونشوب هذه المظاهرات في حينها، وهي مظاهرات مستمرة بالمناسبة بشكل أو بآخر تتصاعد أحيانا وتخفت أحيانا، وإذا لم يكن هنا وإذا لم تكن هناك حاجة لهذه 10,000 وظيفة التي أعلنها فهذا يعني أنه هدر في موارد العراق. الذي وجدناه أنه لم يحقق لهؤلاء الشباب الذين كانوا يطالبون بمورد للرزق الحلال لم يحقق لهم أي من الوعود التي تقدم بها، وهي كانت عملية تخدير كما قلنا منذ البداية في تلك الفترة، والآن هذه الحكومة ستعجز أيضا عن توفير الأمن والاستقرار والخدمات والوظائف لأبناء الشعب العراقي، لأنها أصلا لم تأتي لتحقيق هذه المنجزات للشعب. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، شكرا جزيلا لمداخلتك معنا، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.